كفت ووفت لو تخالف عندي راعيها البصايد. عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم أينما كنتم، من هنا من على أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة الفردوس مثواه. انطلق عاشر أشواطنا لهذا الصباح وهو المخصص للقاية القعدان، 5 كيلومترات هي الحكاية، هي الرواية التي ستترويها لنا الشعارات وستترويها لنا الأسامي. 22 اسما مشاركا طامحا بانتزاع هذا اللقب الغالي. نبدأ وننطلق لحضاراتكم مع المركز الأول: شهلول، كرم نمش، رفيعي. مرحبا بهذا الاسم ومرحبا بهذا الشعار، من خطف شوط الانتاج مع سياف طامحا بانتزاع نقطة مسائية تراثية في هذا المهرجان الغالي. المركز الثاني يصل ويتقدم مسموح شنار بن محمد الهاجري بمركز الوصافة، مقدم لنا مسموح. المركز الثالث يصل وينطلق ويتحدى حاتم محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي، أبناء ميدان التحدي واصلين منطلقين طامحين متفائلين. يا سلام، المركز الثالث أو المركز الرابع يصل وينطلق عبد العزيز بن خالد العطية مع نهاش بالمركز الرابع، من يتأخر قليلا. ولكن المركز الخامس يصل وينطلق حمد بن عبد الله بن راشد القرح، من يصل ويقدم لنا مبلش. مشاهدين الكرام، متابعينا في كل مكان، هكذا دائرة الخمس المراكز المنطلقة المتحدية في هذا المسار، في هذا التحدي، في هذه المنافسة. نعود إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول، إلى المنافسة الأولى، الذي ينطلق إلى أول التحديات. هكذا شعار القرح، هكذا شعار مبلش، هكذا حمد بن عبد الله القرح، من أذعناه في المركز الخامس ينطلق إلى المركز الأول، من أذعناه في المركز الخامس يغير إلى المركز الأول، إلى التحدي الأول. ولكن حينما يكون كرم بن نمش رفيعي من الجانب الأيسر، فأخذ الحيطة والحذر، صاحب الشوط الرئيسي للإنتاج، صاحب الشوط الرئيسي للقعدان للإنتاج، كرم بن نمش رفيعي مع شهلول، من يصل ويغير إلى المركز الأول وإلى التحدي الأول وإلى المنافسة الأولى. المركز الثالث، ثالث المراكز، ثالث التحديات، أبناء المملكة العربية السعودية واصل
متواصلين متحدين متأملين متفائلين أن ينتزعون هذا اللقب الغالي مع عامر بن راشد البريس المري مع شامان بالمركز الثالث وبثالث التحديات. ولكن أبناء التحدي أبناء ميدان التحدي عبد العزيز بن خالد العطية مع نهاش. نهاش حاضر ومتحدي بالمركز الرابع وبرابع التحديات. خامس المراكز وخامس المنافسات يصل وينطلق بكل قوة راشد بن محسن بن علي بن طيثاب الانديلة مع وقاد. وقاد بالمركز الخامس بخامس التحديات. ولكن مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل أعلن بحضاراتكم بأن بدأنا بالهبوط التدريجي للناموس للانتصار للمجد التليد. وصلت الشعارات أول الملاحقين أول المطاردين السعبي مع حاتم وأيضا يصل العامري مع غيث ويصل أيضا أبناء الإمارات مع مناور. ولكن أعود إلى المركز الأول أعود إلى التحدي الأول. هكذا ينطلق القرح شعار القرح. ولكن 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 الزعبي يغير ينطلق ينطلق التحدي الإثارة المنافسة حاضرة. الشوط في هذا الشوط في هذا الشوط إذن القرح هو الأقرب إلى الانتصار هو الأقرب إلى الناموس. العطية من الجانب الأيمن عبد العزيز بن خالد العطية وشهلول وشهلول وشهلول. كرم يا كرم كرم يا كرم كرم يا كرم ممثل أبناء ميدان الشهيد ممثل أبناء ميدان الشهيد. يصل 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 وأيضا يصل شعار المنصوري مع مناور. اشتد الصراع اشتد النزاع تزلزل الميدان تزلزل الميدان. الناموس إلى أين الناموس إلى أين. العرياني يصل مع مطفي العرياني يصل مع مطفي يصل بكل قوة إلى المركز الأول إلى التحدي الأول. العرياني على المنافسة الأولى على التحدي الأول وهو سعيد بن سلطان. غادر مع الانتصار غادر مع الناموس غادر مع الفوز. هكذا العرياني إن لم يكن رأيا آخر إن لم يكن رأيا آخر للطفلان للطفلان الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة. ولكن 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 الله 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 انتزع وغير. أتوقع على ما يبدو لي الطفلان لحظات ونعلن لكم المركز الأول. المركز الأول حمد بن رماس بن عامر بن قنوش العامري مع غيث. من انتزع المركز الأول؟ المركز الثاني ثاني الشعارات المركز الثاني غيث حمد راش حمد رامس العامري. المركز الثالث المركز الثالث وصل حميد بن مبارك المنصوري مع مناور. المركز الثالث المركز الثالث باقي المراكز نحيلها إلى لجنة الخط والتحكيم. هكذا ملخص المركز الأول مطفي المركز الأول مطفي سعيد بن سلطان بن محمد العرياني. من انتزع هذا الشوط انطلق هذا المسار وانتزع ووصل العرياني ليكون بطلا لهذا الصباح ويضيف نقطة في ميدان الشهيد. هكذا العرياني واصلا خط النهاية معلنا الفوز والانتصار مسجلا توقيت زمني قدره 7 دقائق 41 ثانية 46 جزءا من الثانية.
الثانية. المركز الثاني وصل غيث حمد بالرماس العامري بالرماس المنصوري بالرامس المنصوري 7:41. حمد بالرامس العامري بتوقيت قدره 7:41. تهانينا والناموس المركز الثالث. ثالث المراكز وصل مناور حميد بن مبارك المنصوري بتوقيت قدره 7:42 28 جزءا من الثانية. المركز الرابع حاتم محمد بن حمد بن عبد الله الزعبي، والمركز الخامس معزم الخيالي شهلول.